نبدا من قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى, الله تعالى قال عن هذه السوره لو ان الناس تدبروا هذه السوره لكفتهم الله الله ونبدا ايضا من ان الصحابه الكرام ما تفرقوا الا بعد ان يقراوا هذه السوره ولعل هذه السوره إن صح التعبير جامعة مانعة، ولعل هذه السورة منهج قويم لهذا الإنسان في علاقته بربه الكريم، السبب أن هذا الإنسان من أدق أدق تعريفاته، وهذا التعريف للإمام الجليل الحسن البصري يعرف الإنسان بأنه بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. فالإنسان في نص هذا التعريف زمن، زمن، والزمن أستاذ جمال هو البعد الرابع للأشياء، فالشيء أو بالأصح النقطة إذا تحركت رسمت خطاً. والخط إذا تحرك رسم سطحاً، والسطح إذا تحرك شكل حجماً، والحجم إذا تحرك شكل زمناً، فالزمن هو البعد الرابع، يعني هناك طول وعرض وارتفاع وزمن، فالزمن مفهومه دقيق جداً، الزمن مرتبط بالحركة لأن هذا الكون يتحرك إذا هناك زمن، فالزمن الإنسان زمن بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، بل ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فالله عز وجل يخاطب هذا الانسان، هذا الانسان هو المخلوق الاول رتبة، لقوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، المخلوق الأول رتبة، الإمام علي رضي الله عنه يقول: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان، فالإنسان هو المخلوق الأول، ولأنه زمن، هنا الشاهد، أقسم الله له بمطلق الزمن. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. جواب القسم أن الإنسان خاسر لا محالة. والسؤال يا رب لماذا هو خاسر؟ فهنا الجواب لأن مضي الزمن فقط يستهلكه. أنا بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع مني. فمضي الزمن وحده يستهلك الإنسان، فلذلك أقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول عند الله رتبة، الذي هو في حقيقته زمن، هو زمن وأقسم له بالزمن، قال له أنت زمن وأقسم لك بالزمن أنك خاسر لا محالة، لأن مضي الزمن وحده يستهلكك يعني كل واحد منا يولد يكبر بال 17 20 25 30 40 60 70 تاتي نعوته فهو بعد ايام لكن الله جل جلاله اكد لهذا الانسان انك خاسر لا محاله والانسان كما ترى استاذ جمال قد يسعى ويسعى ويسعى في الدنيا يصل الى مستوى معين من الدخل من المكانة من 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 بثانية واحدة يفقد كل شيء، إذا توقف قلبه أو تجمد الدم في عروقه أو نمت خلاياه نمواً عشوائياً أصبح خبراً بعد أن كان رجلاً تكتب نعوته تلصق على الجدران، فالإنسان بلحظة واحدة لا يدري متى يكون رجلاً ملأ السمع والبصر فإذا هو خبر على الجدران، لذلك الله عز وجل حينما قال: فجعلناهم أحاديث كانوا قوما عتاة جبابرة فأصبحوا أحاديث، والإنسان مهما علا مهما امتد به العمر مهما قوية مهما اغتنى مهما سيطر في لحظة واحدة يفقد كل شيء ويصبح خبرا، لذلك أقسم الله لهذا الإنسان لهذا الإنسان الأول عنده المخلوق الأول أقسم له بمطلق الزمن وهو البعد الرابع للأشياء بالمناسبة أستاذ جمال أينشتاين اكتشف السرعة المطلقة في الكون هي سرعة الضوء فالضوء يقطع في الثانية الواحدة 300 ألف كيلومتر أي جسم مشى بهذه السرعة أصبح ضوءا وأي جسم إذا سار بهذه السرعة توقف الزمن يعني هذا اللقاء الطيب يصدر عنه إشعاعات لو واحد ركب هذه الإشعاعات يرى هذا المنظر إلى أبد الآبدين لو أن الإنسان سار مع الضوء توقف الزمن لو سبق الضوء تراجع الزمن يعني عملية فيزيائية نظرية محضة لو أمكن للإنسان أن يركب مركبة سرعتها أسرع من الضوء لرأى بعينه وقائع معركة بدر بعينه الله أكبر لو سبق الضوء تراجع الزمن لو قصر عن الضوء تراخى الزمن لو سار مع الضوء توقف الزمن هذه النظرية جاء بها أينشتاين يعد هذا العالم الكبير قد أحدث في الفيزياء تطورات جذرية مبهرة حينما اكتشف سرعة السرعة المطلقة للأشياء إنها سرعة الضوء فالله عز وجل قال والعصر أقسم بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول رتبة عنده الذي هو في حقيقته زمن أقسم له بمطلق الزمن وجواب القسم إن الإنسان لفي خسر كل مكتسباته يفقدها في ثانية واحدة الله أكبر كل مكانته يفقدها في ثانية واحدة، كل هيمنته يفقدها في ثانية واحدة، كل ثروته يفقدها في ثانية واحدة فلذلك البطولة والعقل والذكاء أن يكتشف الإنسان حقيقة الكون وحقيقة الدنيا وحقيقة نفسه، هو كائن يعد بضعة ايام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، خلق لجنة عرضها السماوات والارض فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، استاذ جمال ينبغي أن يعلم الانسان انه خاسر بمعنى ان مضي الزمن وحده يستهلكه لانه بضعه ايام كلما قضى يوم انقضى بضع منه يعني هو الانسان كائن متحرك استاذ جمال الى هدف ثابت فكل دقيقه تمضي تقربه من هذا الهدف تماما كراكب القطار المحطة النهائية بعد مئة كيلومتر، لا. فإذا نظر هذا الراكب إلى ساعته كل دقيقة تمضي تقربه من الهدف، لا. فهو بضعة أيام. إذا أقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول رتبة الذي هو في حقيقته زمن أقسم له بمطلق الزمن وجاء جواب القسم أن الإنسان خاسر لا محاله لان مضي الزمن يستهلكه، والذي نراه كل يوم الانسان يتحرك، يجمع المال، يصل الى اعلى المراتب، يسكن في اجمل البيوت، يقتني اجمل المركبات، يسافر ثم تأتيه المنيه فاذا هو تحت الارض، لو وازنا بين بيته الذي يسكنه وبين القبر الذي آل اليه المسافه كبيره جدا من قصر منيف من بيت 200 متر من مركبه من زوجه من اولاد من سفر من اقامه بالفنادق من حفلات الى قبر تحت الارض استاذ جمال يعني حقيقه دقيقه تعلمنا في الجامعه أن الذكاء هو التكيف، يعني الذكاء بحث طويل وله مئات التعاريف، لكن ما رأيت تعريفا للذكاء جامعا مانعا كهذا التعريف، إنه التكيف، التكيف مع ماذا؟ مع أخطر حدث مستقبلي مغادرة الدنيا، يعني هل يستطيع إنسان على وجه الأرض؟ أن ينكر حدث الموت. أبداً. ما من حدث واقعي كحدث الموت. مصير كل حي كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر. والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته. يوما على آلة حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول أستاذ جمال الأذكياء والعقلاء يعيشون المستقبل والأقل عقلا يعيشون الحاضر والأغبياء يتغنون بالماضي فالبطولة أن تعيش المستقبل واخطر حدث مستقبلي مغادرة الدنيا، ولهذا قدم الله الموت على الحياة. قال في الآية الكريمة: هو الذي خلق الموت والحياة. السبب أنت حينما تبدأ الحياة أمام خيارات لا تعد ولا تحصى. أما حينما يأتي ملك الموت أمام خيارين لا ثالث لهما، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار إذا والعصر إن الإنسان لفي خسر أستاذ جمال الإنسان إن لم يعرف ربه إن لم يعرف سر وجوده إن لم يعرف غاية وجوده إن لم يسأل ماذا بعد الموت من أين وإلى أين ولماذا مقامر ومغامر ماذا عند الموت ماذا بعد الغنى ماذا بعد القوة ماذا بعد المتع ماذا بعد الشهوات ماذا بعد الانغماس في الملذات بعدها الموت ماذا أعددنا لهذه الساعة هنا البطولة لذلك الاغبياء يعيشون الماضي والاقل غباء يعيشون الحاضر والاذكياء يعيشون المستقبل، ولا بد من التفرقه لاخوتنا المستمعين بين الذكي وبين العاقل، ما كل ذكي بعاقل، قد يبرع الانسان في اختصاص ما فيسمى ذكيا، لكن العاقل هو الذي عرف سر وجوده وعرف غايه وجوده وعرف حقيقة الحياة الآخرة وعرف ما بعد الموت إذا الإنسان مهما تفوق مهما على شأنه مهما جمع من أموال طائلة مهما انغمس في المتع الحسية سوف يغادر الدنيا إلى لا رجعة يعني في بعض الدول التي تعد الإقامة فيها مغنما كبيرا في كلمة توضع على الجواز إذا قرأها صاحب الجواز انخلع قلبه، مغادرة بلا عودة، والموت مغادرة بلا عودة، ونحن نرى كل يوم أصحاب الحظوظ من الدنيا العالية كيف يموتون؟ وكيف ينتقلون من بيتهم الرائع إلى قبر صغير؟ ماذا في القمر؟ لذلك ورد أن أصعب ليلة للميت الليلة الأولى قال هناك من ينادي هذا الميت عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى إذا والعصر أقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن اقسم له وجاء جواب القسم انك ايها الانسان خاسر لا محاله لان مضي الزمن يستهلكك. وليس من مصلحتك. ولا يستطيع انسان في الارض مؤمنا كان او غير مؤمن ان ينكر حدث الموت لكن قد تسالني استاذ جمال ما دام كل البشر موقنون بالموت بماذا يتفاوتون يتفاوتون بمدى الاستعداد له المؤمن يستعد لهذه اللحظة لذلك دائما وأبدا المؤمن يعيش المستقبل كطالب تماما يعيش الامتحان من أول العام فإذا جاء الامتحان لا يفاجأ هو يعد له العدة مستعد. ويعيش له طوال العام ولا انسى انه مره طالب احرز الدرجه الاولى عن القطر في الشهاده الثانويه نعم اجري معه حديث صحفي فسئل انه ما سر هذا التفوق؟ فاجاب اجابه رائعه قال بان لحظه الامتحان لم تغادر مخيلتي ولا دقيقه. والانسان لما لا ينسى هذه اللحظه يوم يسال عن كل كلمه قالها وعن كل موقف وعن كل عطاء وعن كل منع وعن كل غضب وعن كل رضا، لماذا فعلت هذا؟ الانسان حينما يستدعى ليسال من قبل انسان لكنه قوي لا ينام الليل. حينما يستدعى من قبل انسان من بني جلدتك لكنه اقوى منك لا تنام الليل، فكيف اذا كان الاستدعاء للواحد الديان؟ ليسألك عن كل صغيرة وكبيرة، وعن كل حركة وسكنة، وعن كل عطاء ومنع، وعن كل رضا وغضب، لماذا فعلت هذا؟ فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون، لذلك ايحسب الانسان ان يترك سودا، يعني هؤلاء الذين يقصفون البلاد، يقصفون الدول، يقصفون الشعوب، يحتلون الاراضي يسفكون الدماء هؤلاء غابت عنهم حقيقه خطيره ان الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم اشد الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار لا تحسبن الله مخلف وعده رسله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، هؤلاء الذين يبنون مجدهم على انقاض الشعوب، على حريات الشعوب، على رزق الشعوب، هؤلاء الذين يبنون امجادهم على الاخرين، هؤلاء سيلقون من الله حسابا دقيقا جدا. اذا الله عز وجل قال: والعصر ان الانسان لفي خسر الا. ولا. استاذ جمال رحمه الله في الا، هذا الاستثناء فيه رحمه كبيره، يعني هو الانسان اي شيء تاكله انتهى، اي مكان تسكنه انتهى عند الموت، اي مكانه ترتقي اليها تنتهي عند الموت، الموت ينهي كل شيء، ينهي قوه القوي وضعف الضعيف. ينهي غنى الغني وفقر الفقير، ينهي وسامة الوسيم ودمامة الدميم، ينهي صحة الصحيح ومرض المريض، الموت ينهي كل شيء، قطع، لذلك لأنه الموت ينهي كل شيء صار الإنسان خاسر، فكل متع الحياة الدنيا وكل المكاسب وكل الميزات هذه منوطة بضربات القلب، فإذا توقفت هذه الضربات انتهى كل شيء. وكل هذه المكاسب والإمكانات مربوطة بنمو الخلايا فإذا نمت نموا عشوائيا انتهى الإنسان وكل هذه المكاسب مرتبطة بسيولة الدم فإذا تجمد الدم في الأوعية انتهت حياة الإنسان فالله عز وجل يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والذي يلفت النظر أن هذه الكلمات الأربع هي أركان النجاة كما سماها الإمام الشافعي هي أركان النجاة يعني لا بد من أن تعرف الحقيقة ولا بد من أن تعمل وفقها ولا بد من أن تدعو إليها ولا بد من أن تصبر على البحث عنها والعمل بها والدعوة إليها لذلك هناك عمل يقوم به الإنسان ينتهي عند الموت، ينتهي. ما الذي أكلته؟ ما الذي شربته؟ إلى أين سافرت؟ ماذا فعلت؟ أين سكنت؟ ماذا أنفقت؟ هي كلها مستهلكات، قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. بعضهم قال الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة، فالآن أنا أمام.. منطقة دقيقة جدا، فكل عملي يؤدي بي إلى الخسارة، لأنه ينتهي عند الموت، لكن حينما أفعل في الزمن الذي سينقضي عملاً ينفعني بعد انقضاء الزمن أكون عاقلا، لذلك الإنسان إما أن يعيش أن ينفق وقته استهلاكاً أو أن ينفق وقته استثمارا والفرق كبير جدا. معظم الناس أستاذ جمال ينفقون وقتهم استهلاكا. يأكلون ويشربون ويتمتعون ويغفلون عن حالة صعبة جدا عند مغادرة الدنيا. إلى أين؟ ماذا بعد الموت؟ ماذا في القبر؟ ماذا يوم القيامة؟ نعم أين المصير؟ نعم لذلك قال تعالى: إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر استاذ جمال الا رحمه الله في الا يعني انت بما بعد الا تلغي الخساره الانسان خاسر لا محاله الا انه بامكانه ان يتلافى هذه الخساره اذا فعل ما بعد الا اذا فعل ما بعد الا فهو يستثمر الوقت لا يستهلكه، لذلك الناس إما أن يستهلكوا الوقت أو أن يستثمرونه، استثمار الوقت أن تفعل في الزمن الذي سينقضي عملاً ينفعك بعد انقضاء الزمن، ودائماً بالمنطق التجاري أي تاجر ينفق من رأس ماله سوف ينتهي، أما بطولة التاجر أن ينفق من ريع رأس ماله. فالمؤمن يستثمر الوقت لا يستهلكه، يستثمر الوقت استفيد. ولا يستهلكه نعم استثمار الوقت أن أفعل وأنا في الدنيا عملا ينفعني بعد الموت، ما الأعمال التي تنفعني بعد الموت؟ أربعة أعمال لا بد منها جميعا، ليست واحدة تكفي إلا الذين آمنوا، عرفوا الحقيقة، عرفوا سر وجودهم عرفوا حقيقة الكون، عرفوا حقيقة الحياة الدنيا، عرفوا حقيقة الإنسان، عرفوا مهمته في الدنيا، عرفوا ماذا بعد الموت، عرفوا حقيقة الجنة والنار، عرفوا أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، أن الإنسان كلفه الله أن يعبده، قال تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"، عرفوا أن هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر والاخره وعد صادق يحكم فيه ملك عادل، عرفوا ان الحياه الدنيا هي حياه دنيا وليست عليا، وان الاخره هي الحياه العليا، وان الانسان مخلوق لجنه عرضها السماوات والارض، فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولان الله. اودع في الانسان قوه ادراكيه فما لم ترب هذه القوه الادراكيه لا يعد انسانا ناجحا في الحياه اذا الا الذين امنوا يعني اخذوا من وقتهم وقتا سمينا لمعرفه الله لمعرفه حقيقه الانسان لمعرفه منهج خالق السماوات والارض لمعرفه ماذا بعد الموت الا الذين امنوا يعني استاذ جمال ما بيدير انسان ان يضع على بطاقته دال قبل اسمه دال فقط الا اذا كان معه ابتدائيه واعداديه وثانويه وليسانس ودبلوم عامه ودبلوم خاصه وماجستير ودكتورة حتى يحط دال طيب من اجل الدنيا فقط طيب تريد ان تكون مؤمنا ان تصل الى جنه عرضها السماوات والارض إلى أبد الآبدين من دون أي جهد من دون طلب علم من دون فهم القرآن من دون فهم السنة من دون استقامة من دون عمل صالح هذا شيء يؤلم أشد الألم إلى الذين آمنوا يجب أن تطلب العلم يجب أن تقتطع من وقتك وقتا لطلب العلم يجب أن تسأل لماذا من أنا ما حقيقتي في الدنيا أين كنت والى أين المصير؟ لماذا خلقت في الدنيا؟ ما حقيقة العمل الصالح في الدنيا؟ لأن الإنسان حينما يغادر الدنيا يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. إذا إلى الذين آمنوا أن نعرف الله، أن نعرف أنه هو الخالق والرب والمسير، وهو الموجود والواحد والكامل، وأن أسماءه حسنى وصفاته فضلى. حينما نعرف حقيقة الأنبياء، حقيقة النبوة، حقيقة هذا الدين العظيم، حقيقة هذا القرآن الكريم إلا الذين آمنوا، إذا لا بد من طلب العلم، وعملوا الصالحات، والعلم في الإسلام ليس هدفاً لذاته، العلم في الإسلام قيمته في تطبيقه، إلا الذين آمنوا وتحركوا وفق إيمانهم، وعملوا الصالحات، يعني آمن وعمل صالحا ثم دعا الى الله والدعوة بهذه الآية فرض عين على كل مسلم وبعد ذلك صبر على معرفة الله والعمل بمنهجه والدعوة إليه عندئذ تلافى الخسارة ونجا منها وأصبح من الفائزين وألغيت كلمة إن الإنسان لفي عصر